من رماد النتائج السلبية جاءت مواجهة الجولة الخامسة لتأكيد الصحوة بفوز ثاني لكلا الفريقين، ومع ذلك لم يرقى الأداء إلى ما هو متوقع، ضعف الهجمات وقلتها والاكتفاء بالضربات الحرة فقط كانت مصدرا للتهديد. الحارس أنس زنيتي اضطر إلى مغادرة الميدان بعد الإصابة، وهو ما سيلوح بظلاله على مشاركته صحبة المنتخب أمام جنوب إفريقيا وديا. آخر لمسة تذكر خلال الشوط الأول كانت تسديدة لعبد السلام بن جلون. كانوا عندنا فرص ما استغليناهمش، ولكن لعبنا مزيان، كانت كرة جميلة، سيطرنا طول المقابلة، تحلهم هما بعد المرتدات حتى هما ما استغلوهمش، ولكن كانت الديفونس ديالنا واقفة مزيان. الشطر الثاني بدأها أحمد الأطلسي بتوغل ثم تسديد أوقفها الحارس علي الجروني. حالة تيه شلت هجوم الجيش الذي خانته آخر لمسة، ودفاع أولمبيك خريبكا كان الأكثر حراكا خلافا لخطي الوسط والهجوم. أعتقد لأنها كانت المباراة صعبة، الشوط الأول البداية ديالو كانت لصالح فريق الجيش الملكي اللي خلق فرص قوية لأنه لقى دفاع وحارس معلوش. من بعد الشوط الأول كمل بتكافؤ في كل شيء. الشوط الثاني أعتقد لأن أولمبيك خريبكا دافعات بضغط عالي الفوق، ما خلاتش اللاعبين ديال الوسط يلعبوا، وبالتالي فأخذت مجرى اللعب خصوصا في آخر المباراة. ضغط أصحاب الأرض لم يكن منسقا بالشكل المطلوب، ووسم بصفات التسرع وعدم التركيز. إبراهيم لارجو حاول تذكير الجماهير بحضور هجوم أولمبيك خريبكا عبر تسديدة علة العارضة. رضوان الزرزوري وبعد دخوله 5 دقائق سيطرد بعد حصوله على الورقة الصفراء الثانية. لوسيكا تأتت له هجمة خطيرة بفضل اللاعب أوغادي، لكن الحكم أنذره دون احتساب ضربة جزاء، وبها انتهت المواجهة وبعنوان عريض. أداء تقني جد متوسط.